أول حاجة قصدي إحنا اليوم درنا نشاط في مدينة تاورغا في مدرسة أم المؤمنين في هذه المنطقة، واجتمعنا هلبة أطفال من مدينة تاورغا يعني يكون أعمارهم من 5 سنين وما فوق، ودرنا هذه النشاطات هلبة معاهم، وكاين في ارتباك من هذه الأطفال وخوف أيضا. خلاص بعدين قصدي حسيتهم من هذه الأطفال كم مرة يعني ندير لهم نشاطات، صار في تقبل بين المنطقة، قصدي أنا نحب بلادي وأني قصدي ما نقدرش نطلع برا من هذه المنطقة لخاطر أن هذه بلادي وهذه اللي عاشوا فيها أهالينا. اللي هما الهدف من هذه الأنشطة هو مساعدة هؤلاء الأطفال للتخلص من التوتر، من القلق، من الظروف السيئة اللي هما كانوا موجودين فيها، خاصة أن العديد منهم كيف رجعوا إلى تاورغا. درنا هذه النشاطات، اجتمعنا بهم وقلنا على هذه خزي منطقة راهو منطقة تاورغا، يقول لي لا هذه مش منطقة اختي، هذه يعني منطقة موالد مثلا في موالد في طرابلس. يقول نقول لهم احنا يعني قصدي هذه منطقتك، هذه احنا اللي عشنا فيها، هذه ربينا فيها، صارت الاحداث يعني طلعنا منها والحمد لله ردينا. وكانت قصدي ان احنا حبينا نزيدوا معلومات ونزيدوا قصدي بعض من الافكار يعني من استاذه هاني، مشينا المركز متاع تمينا وتبادلنا الأفكار جميع غادي، وفي معلومات قصدي كانت غايبة علي أخذتهم من السادة هاني، ويعني ودرنا يعني جلسة جماعية وبدلت أفكاري معاها وبدلت أفكاري. نعطوهم شوية من الجانب إن كيف يتعاملوا مع الأطفال التاورغة، كون هم أصلاً في صلب الموضوع، هم أصلاً في تاورغة زي ما نقوله، تمام؟ نعطيها شوية كيف مثلاً أو نعرفها كيف إن هي تعرف عن طريق التدريبات هذه، وكيف تساعد الطفل إنه هو يفرغ، كيف تساعد الطفل إنه هو مثلاً احتمال إنه هو يتريح، لا تقدر تعالجه يعني في حاجة مضايقاته، في حاجة هو يشوف فيها كبيرة، فهمت؟ خذوا تدريبات خاصة ومعرفة والخبرة اللي موجودة عند فاطمة وتهاني، كيف أن هما يقدروا يساهموا في تقديم أنشطة ترفيهية وتعليمية وتقدم خدمات دعم نفسي اجتماعي للأطفال في تاورغا. نقدر نقول قصص النجاح للمواطنة الفاعلة لمشروعنا مع برنامج الأمم المتحدة المائي، أن فعلا كان هناك مجموعة من الشباب والشابات المشاركين معنا، هم الآن يحاولوا أن يكونوا مساهمين في تنمية المجتمعات المحلية. تمام خاطي، بغض النظر أن احنا مثلا ما نهمشوش جانب الحروب، خاصة تاورغا، خاصة اللي عانوا تاورغا وهيك يعني طلاب من الحروب وكيف مأثر في نفسيتهم، فمتى التدريبات النفسية هذه كويسة ومفيدة أن هي تفرغ، تساعد في الطفل أن هو يفرغ، شو مفيد داخليا يعني زي ما نقول.